سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس الصراحه والله. ساعات وحشكم بزاف، وهاد السيمانه ما عمري ما درتها في حياتي. غبرت لحقاش كنت غاده في واحد الطريق وتقلبت لي طريق وحده اخرى. شوفوا انا هاد الفيديو بعدا قولي تبدلت مع شي واحده في شي غبرت يجيك بحال تبدل. ما تبدلت ما حتى شي حاجه، نقص واحد جوج كيلو صافي مع الجري وهذا، وانا نقص واحد جوج كيلو. شوفوا انا دابا الفيديو ديال اليوم ما غاديش نديرو بوحدي، لحقاش جاتني في شكل سيمانه وانا غابره، وغادي نجي ندش نيشان. غادي نشوف بابا الا بغى اليوم يبان معايا في الفيديو. ونيت داكشي تيتعلق بهم بزاف. المهم يلا هانتوما معايا. جاتني في شكل باش عادي درت فيديو، جاتني في شكل المقدمه. يلا يلا. بابا السلام. السلام عندك في عندي في البرنامج ديالي. المهم انا غادي نبدا لكم بعدا. دابا بابا بغيتو الصراحه بغيتو يكون معايا بزاف في هذا الفيديو، بعدا لحقاش غبرت واحد السيمانه وما جاتنيش ندير فيديو بوحدي نيشان غابره. هو حقاش داكشي اللي طرا كامل تيدور عليه هو تقريبا بجوجهم ماما وبابا. دابا انا هاد السيمانه هادي شنو طرا ليا فاش رجعت من قنيطره؟ صافي في قنيطره قلت صافي على البروجي اللي غادي ندير مع العائله ديالي تما، وهذا اتفقنا على كلشي. فاش جيت لهنا لبنكرير صافي قلت انا ما كنتش معوله غادي نغبر. قلت واقيلا يومين، لحقاش بنكرير صغيره غادي تبقاي تقلبي يومين دغيا غادي تلقاي، حتى السمساري كاينين محسوبين على فهمتوا محسوبين دغيا. المهم بقينا تنلقاو بصح. لقينا في الاول واحد بعدا، علاش ما درتش في هذاك اللوكال اللي كانوا الدار غادي يعطيوه ليا؟ علاش؟ حيت كبير وخصو ميزانيه كبيره بزاف، خصو بزاف ديال الفلوس. وقد ما عمرتي قد ما غيبان خاوي وغتبان بحال مهجور. اذا كان المشروع اللي جات على بالك وهذاك اللوكال ما جاش هذاك اللي كانوا غيعطيو ليا مره واحده اخرى على قبل مشروع واحد اخر، اما ندير فيه تريتور ولا نحل فيه شي حاجه ديال الماكله ولا شي حاجه. وانا دابا هذا المشروع اللي غادي ندير بعيد على الماكله بزاف بزاف، ما عنده حتى شي علاقه بها. المهم مش قلت خصني نلقى شي حاجه موين، ما تكونش صغيره وما تكونش كبيره باش نقدر عليها. بقيت تنقلب تنلقى اما دوك الكراجات المضيقين، ولا تلقى شي حاجه كبيره واسعه، ولا تلقى شي حاجه فيها شي سده ولا شي خاصو شي اصلاحات بزاف بالبير ولا شي حاجه في شكل. المهم صافي في الاخر واحد السيد كنا موصينو عيط لينا قال لنا راه صافي قلت لكم واحد المشروع ولكن هنا يومين عاد غادي يخوي واحد المحل من هنا يومين عاد غادي يخويه كامل واجي تشوفوه. هي هادي مشينا. من بعد فاش مشينا صافي وعجبنا واتفقنا على الثمن وشحال غادي تعطي التسبيق، وزعما داك الاخر شنو طرا من موراها بنهار. جا واحد السيد بغى يشري القهوة، هو اللي خلانا نراجعو بزاف د الوراق معاك. دابا اللي كنت بغيت نوضح لك الخارجة، دابا المشروع اللي بغيتي ديريه بصراحة أنا كنت متردد باش ديريه، أنا بغيتك تمشي تأورينتي بصراحة في الطبخ، حيت عندك الاختصاص، عطاك الله واحد الاختصاص مثلا في الماكلة وداكشي ميسر لك. أنت دابا خفتي، واللي خاف راه عمرو ما يدير شي حاجة. بيني وبينك لا، دابا انا الحلم ديالي هو ندير بصح داك التريتور، ولكن عرفتي التريتور الا بغيتي ديري شي حاجه في بنكرير عاديه تقدري ديريها، ولكن الا بغيتي تباني مزيان وتخدمي مزيان خاصك ديري شي حاجه دو لوكس. ما يمكنش الناس غادي يجيو عندك وانت معروفه بسميتك وكل شيء. حنا الدار ولا العائله اقترحنا عليك باش تبداي بشويه بشويه، والحمد لله كيجيوك لي كوموند تيجيوك صغار فراسكم. حقا سمح لي عافاك قاطعتك، هاد السيمانه راني خدمت جوج ديال الكوموندات، خدمت ثلاثه بحال النص ديال الحولي كلهم مشويين، وانا شرملتهم مزيان وبابا داهم ليا الحفره دوز. هذاك صاحبي اللي خويتي بيه اللي بغى 4 مسطولات، هذاك صاحب قلت له واخا، وانا مشيت لمراكش نقلب على واحد لعيبات البيت نعاس ديال الشهد، وقلت ليه وما قدرتش نشدهم صافي. ولكن خدمت جوج كوموندات، كوموند ديال ثلاثه ديال نص حولي مشوي نص بداك الشيء ديالهم، جابوا لي الطباسل الكبارين وحاطي داك الشيء واعر بزاف. عاوتاني خدمت واحد الكوموند واحد اخر، وجاتني كوموند ديال السطيره من عند صاحب بابا وما شديتهاش. كنت مشطونه خويت بي، كنت مشطونه مع المحل ومع شهد تنوجد له في البيس ديالها، وحسيت براسي مشغوله، حسيت راسي واعره، الوقت ديالي عامر. ملي دابا الوقت ديالك عامر وحسيتي براسك دابا هذاك
انت دابا عندك لي كوموند وداك الشيء هذاك هو هذاك هو الميدان اللي بغيت تمشي فيه، ولكن انت حره عاوتاني الا بالك البروجي الاخر عاد نجحي فيه الله يعاون. انا غنقول لكم علاش ما علاش خفت منه، لحقاش دابا الناس دير انت بغيتي دير شي حاجه عاديه دغيا غادي ديري دوك طوابل تي مونطا وطق طق عاديين وداك الشيء المواعن عاديين، تحطي الناس يجوا يعولوا عليك على اعراضه جايين عندك لحقاش تيعرفوك تتصاوبي داك الشيء زوين وتتصاوبي زعما تحطي لهم داك الشيء تحمري لهم وجههم في الاخر غادي تحطي لهم داك الشيء عادي. انا بغيت الناس ديالي فاش يتعاملوا معايا ندير لهم داك الشيء دو لوكس يكون داك الشيء واعر ماشي شيء مو فهمت باش ديما السميه ديالي تكون زوينه وتكون نقيه. اللهم نصبر شويه داكشي قلت انا شويه بشويه قلت شويه قلت هذا المشروع اللي غادي ندير ما كاينش نهائيا في بنقرير كاين كاينين ولكن صغارين وانا نقدر ندير واحد نديرو واعر فهمتوا لحقاش ما يكلفنيش بزاف ديال الفلوس وكاين بزاف ديال الناس زعما في هذاك الدومين غادي يعاونوني وغادي نجيب بيرسونيل من مراكش زعما غادي ندير داكشي بروفيسيونيل وغادي تكون شي حاجه اول مره غادي ندخلها في بنقرير ان شاء الله. علاش دابا شنو قلتوا لي نتوما فاش جات فاش بغيتوا تبيعوا القهوه خديجه واحد القضيه دابا انا بعدا لا انا ولا امك ما نقدروش مثلا الا بعنا القهوه مشينا انتقلنا لشي مدينه اخرى تبقاي انت مثلا هنايا غادي نبقى نبقاو مرات حنا في الدماغ ديالنا علاش قلت لك حنايا خصنا نبقاو مجموعين فين ما مشينا نبقاو مجموعين حنا دابا صافي حنا ولفنا هذه المساله هذه وغاديين ونبقاو مجموعين كنا في مراكش انت معنا كنا في قنيطره انت معنا فين ما كنا انت معنا دابا المشكل اللي طرا في هذا الشيء كامل هو الا باعوا هما القهوه غير حلو ما غنخليو الديون ولكن غادي نرحلو غادي نمشيو نستقروا في مدينه واحده اخرى ما عرفتش واش غادي نستقروا نقدروا غالبا 80% غادي نستقروا في مراكش او انا البروجي اللي مشيت البروجي اللي في بالي تقول لي سيري ديري في مراكش مع والدك في مراكش ما غاديش ما غنبانش قدامهم في مره لا نقول لك واحد القضيه عرفتوا علاش والله مراكش داكشي عندهم فرقع بزاف مازال في بنقرير يلاه مدينه صغيره اي حاجه درتيها واعره تبان سمعني نقول لك واحد القضيه الانسان والطموح ديالو اللي غيوصلوا للنتائج والنجاح ديالو انت والطموح ديالك راه كي مراكش كي كازا كي بنغري كي قنيطره كي 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 فرنسا بحال هاي تتقول ابا انا لا واحد غادي حقيقه ثابته هذه الا مشيتي لتما مثلا و راه هذيك المشروع اللي غادي المشروع اللي غادي و اي سمعوا دابا هنايا في بنغري فاش دابا بنغري بحال مدينه بحال واحد الارض خصبه اللي بغى يدير شي مشروع يجي اللي عنده الفلوس يجي لبنقري راهي عندها مستقبل رائع. نقول لكم علاش دابا بنقري تبان لكم مدينه صغيره ولكن بنقري واحد الارض خصبه هي الناس اللي فيها كلشي براني الناس اللي خدامين هنا في بنقري قريبا للبراني داخل البراني واحد القضيه وهي عاوتاني البلاد راه مهزوزه بناسها وبمواليها سمعتي والبراني تيجي تيعطي واحد الاضافه لهذه البلاد هذه اما البلاد راه مواليها وي زعما البراني اللي البراني فاش تيجي تيجي تيدير شي ولا شي واحد يكون ولد بنقرير تيدير الفلوس ولا شي حاجه تيجي تيدير شي بروجي هنايا تيفرقعوا علاش لحقاش بنقرير مازال واحد الارض خصبه خاصه دوك البروجيات اللي تيكونوا جداد تكون شي حاجه دو لوكس تكون شي حاجه زوينه دغيا تنجح فيها الواحد ماشي بحال كازا مراكش داكشي ما تقدريش عليهم كنعرف انا عاوتاني شي ناس جاوا لهنايا جاو كانوا شادين خدامي هنايا وجابوا ولادهم استقروا هنايا والله العظيم واحد يلاه صباح قالها لي قال لي انا شديت الخدمه هنا جبت العائله ديالي ملي كملت الخدمه غنمشي ما بغاوش يمشيو ليا قال لا خلينا هنا او بنقرير ولا هو مزيان غير حنا صافي الله يجعل البركه 30 سنه حرفتو انا اقسم بالله بغيت نبقى هنا في بنقرير درت الدار ديالي اقسم بالله الدار ديالي لحد الان مازالت نأتت فيها انا عارفه راسي غادي نرحل لحد الان مازالت الاساس فيها غادي مور هذا الفيديو غادي لكم بيس النعاس ديال شاد درتو لها بحال ديال لي زوتيل شوف واحد القضيه غاليش صراحه نقول لكم الاثمنه وكل شيء فيديو الجاي هذه المساله ديال الدار باقا كنخدم فيها وكنجهز فيها هذه هي مساله عاديه الانسان تيبقى يخدم حتى لاخر لحظه تيخدم ما تيعرفش كاع شنو فوقاش غادي ينتقل راه بحال ملي كتقوم الساعه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الا كانت عندك شي وريده وقامت الساعه ازرعها تاخذ الاجر ديالها خدمي حتى الاخر حتى نمشيو تمشيو واخا نكونوا غنمشيو ولا غدا وعندك واحد السدار دير واحد البلاصه قاديه هانتوما حق الله دابا الكوزينه الصراحه اللي درت غاليه شويه
تعاون معايا داك السيد، نقص ليا في الثمن حيت شاركته معاكم وداكشي، ولكن بصح يسال نشاركو معاكم لا بيبان ديال درتي له اشهار حتى هو راه استفد. اقسم بالله ماشي نقص ليا بزاف، نقص ليا غير واحد شويه شويه، ولكن عنده خدمه مزيانه. وتا انا شاركت معاكم واحد زعما واعر، ما تندموش عليه حياتكم كامل، ديري كوزينه ونسايا يجيو فيها ولاد ولادك. صافي واخا، ودرت الصالون واعر، دابا البيت ديال شاهد زوين، ولكن هو الدار مامو بابا موعدين شنو غديروا لي الا رحنا فشي مدينه نشريو لك الدار. موعدين غادي يشريو لي دار ان شاء الله، وموعدين غادي يشريو لي دار ديك الساعه الا كان غادي ينفع هاد الاتات اللي عندي نهزو ونمشي ندير لك الدار الجديده ونزيد عليه شي حاجه لك تكون شويه كبيره عادي تاخذوا ليا صغير. واه دابا انت شوف المهم تكوني حدانا، المهم انت غير دار صغير الله يجعل البركه. تاخذوا لي فوقكم ولا تحتكم ولا ماشي معاكم فلا تيسع بعد المهم في نفس المدينه، حاولوا في نفس الكارتي ولا شي حاجه بحال هكا تبعدي باش نتوحشوكم. صافي غادي نبقى نجي نحط لكم شاد وداكشي ونخدم فيديوهات ديالي مطيب وهذا ونعرض عليكم تاكلوا داكشي ان شاء الله. المهم هذا هو السبب انا علاش البروجي هذا. الصراحه انا تنشوف هذا البروجي هذا ندير به المستقبل ديالي وغادي يكون ناجح 100%، وعاد الناس هنايا تيثقوا فيا، وكنت غادي نجيب بيرسونيل من مراكش، وكنت زعما بزاف ديال الحاجات تنفكر فيهم وبزاف ديال الحاجات غادي نقرا عليهم انا باش ندخل هذاك المشروع ديالك. كنت اش قلت لهم نقرا عليه قلتها لهم باش تنجح في المشروع ديالك. اول حاجه ديالها المعقول، الاحترام، الانضباط والالتزام، هاد المسائل هادي راه خصك داي حافظو. لا ماشي لا هادي هي باش تكوني ناجحه في العمل ديالك، تكوني معقوله، تكوني منضبطه، عندك رونديفو الوقت الوقت والجوده. اخر حاجه في هادشي كامل تعطي الجوده، الا كنت تعطي الجوده توكلي على الله. ما كنتش تعطي الجوده وما متاكداش من نفسك ولا شي حاجه بعدي من شي حاجه انت ما فاهمهاش. هادشي تنقول لك انا خصك تاخذ ديري واحد الفورماسيون على داكشي اللي غادي تخدمي، واللي غتجيبيه هنا تيخدموا معاك في البروجي يكونوا ناس عارفين الحرفه بروفيسيونيل اللي ما يحشموكش، والناس ملي يمشيو يكونوا فرحانين. الباح مسكين كنت دايره مع صباغ، جا عيط لبابا في التليفون ويقول له بابا صافي راه تبدل كل شيء، ما بقى حتى شي حاجه، الالومنيوم لقيناه زوين في هذيك الدار، لحقاش انا البروجي اللي غادي نديرو في دار. لقيت البيرسونيل اللي غادي نجيبهم من مراكش، لقيتهم غادي يسكنوا في هذيك الدار، لحقاش انا ما نقدرش نكري لهم نكون شاده بلاصه كاريه ونكري لهم في بلاصه وحده اخرى. صافي وليت باغا نمشي لكازا، وليت نمشي باغا نبدا نعمر ونمشي نبقى ندير فورماسيون على داك البروجي اللي غادي ندير، باش حتى انا نكون عارفه مع الناس اللي غيكونوا خدامين تيتعاونوا معايا، نكون حتى انا عندي واحد الفكره. صافي المهم دابا هذا هو السبب، وبسبب والديا المشروع ديالي ما غاديش نديرو. وحاجه اخرى عاوتاني، واخا دابا انت غديري داك البروجي ما غنديروش دابا، واخا نمشي لمراكش ما غنديروش. لا دابا فرضا ان داك البروجي مثلا غادي ديري عليه فورماسيون غديريه، ما غنديروش دابا لحقاش في مراكش عاد خصني شحال ديال الفلوس. لا حنا مازال ما غنبانش كاع شوزك مراكش حنا لا دابا حنا على حسب بنكري كما فكرتي. خليوني نديرو ونخلي لكم شهد ونقوم المشروع، وفاش يوقف المشروع على رجليه نبقى ندير لا نافي نطلق دابا من تما يحل. خليوني دابا نبدا صافي غير خليوني زعما تنقول لهم خليوني هنايا، انا عرفت غتقولوا لي حتى نتوما لا وداك الشيء، قلت لهم غير خليوني نبدا، خليوني نزع، اقسم بالله تنشوف فيه المستقبل ديالي هو اللي غندير به تخاتر. وكمل خدمي، ولكن ما تنسيش هذا الكونتاكت ديالك مع المتابعين ديالك في هادشي ديال الطبخ، خاصك دائما تخلي علاقه بينك وبين الناس باش عرفوا الناس عرفوك بدوك الشهيوات بدوك هذا، خليك مع الناس في داكشي اللي عرفوك به. عندي بزاف ديال الوصفات وحق الله ساهل واعر. هاد السيمانه اللي ما صورتش اصلا عندي بزاف ديال الوصفات زوينين وساهلين، ولكن دابا كنت تنقول غندير المشروع غنبدا نصور فيديو مع الصباح الاخر ونديكم معايا نقول فاش نسالي ونحط لكم الماكله، نقول لكم ما كيجاش، نقول لكم دابا يلاه باش نشوفوا المشروع ديالي وتمشيو تبقاو تشاركوا معايا بحال هكا. ولكن انا دابا غادي نشوف مع الدار، لا بغاو يمشيو هما لمراكش ما يشريو ليا لا دار لا حتى حاجه،
خلي انا تنازل على الدار صافي هنيتي ونبقى ساكنه هنايا وسيروا نتوما لمراكش ديو شاهد معاكم ما يمكنش ديو شاهد معاكم خليهم يوقف على رجلي خليني ندير انا شاد الضمانه نعطيكم شاد الضمانه خليوني نوقف على رجلي وندير انا المشروع ديالي وانا اللي ندير داري بداري ندير هادي 25 مليون انت وشاهد وشاهد وانت صافي كما قال رجلي على رجلك عادي تنخرج دابا تيقول لي الو فينك اجي دابا دخل الدار تنقول له بابا حرام عليك ما تبقاش تقول لي كل مره في 8 د العشيه تيقول لي راه السبعه خصكي تكوني في الدار انا با المغرب قال لك كان السته تيقول لي ندخل والله الا المغرب قالها مره واحده قال لي المغرب لقاك في الدار ما عاودهاش جوج مرات المغرب لقاني في الدار كان هو في الحج وتيجي المغرب وتمشي للدار تبدا نخرج يقول لي الو فينك داك النهار مشيت لمراكش وهو يبدا تيعيط لي في الطوموبيل تنقول له بابا واش غندير قصيده دابا دابا غتقل بيا الطوموبيل وما تبقاش تعيط ليا تدو شي تيقول لي الو واش دوزتي خلصتي في لوطوروت ايوا انا صراحه بغيت الاخر كي عاوتاني على الدار وداك الشيء اللي المجهود اللي تيديروه معايا شوف خديجه واحد القضيه نقول لك واحد النصيحه لله شي الوالدين دائما كيبقاو واخا ديري 40 عام دائما كيبقى الخوف ديالهم عليك على 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 الولد مهما يكون واخا يدير 5 يدير 6 يدير 7 يدير 10 ديال الدراري الوالدين دائما تيبقاو هازين الهم لولادهم يكونوا كما بغاو يكونوا هذه فطره الله سبحانه وتعالى اللي عند الوالدين انت كتشوفي مثلا وغير غير الحيوانات كيفاش كتقدر على ولادها عساك على البشر راه الوالدين صراحه انا شفت نشوف شي ناس قدام عيني ما تيسولوا ما تيديروا حتى شي حاجه باردين تنقول كيفاش دابا انا شاد غير تحت دابا عند ماما تنسمعها دابا تتزنزن وتتجيني بحال ديك النوضه وفهمتي تنشوف بابا تجوج ولات ورجعت ومازال تنخرج تمشي عند صاحبتي مجوجه وتيبداو يسولوا وتيبداو تنقول زعما شو بنادم كيفاش بارد الوقت والزمان الخوف من برا من العلم لله الناس البشر عندك حسابك انت يا الناس كيف مثلا الناس راه حبوا تبن كاين اللي كيبغيك وكاين اللي يكرهك وكاين اللي مثلا وداك الله يحفظ دوك اللي تيكرهوا راه شكون يقول راه انسان جالس وخدام تيخطط لك شي مخطط ما على بالكش وانت كتطلب الله كتقول يا ربي تسلم يا ربي تسلم دائما كتبقى تقول يا ربي تسلم داكشي علاش الانسان تيبقى خايف حنا حنا وعلاش ما تتخافش على ضحى وضحى وسميتو ضحى راه مع طارق وعلاش فاش كنت تما تتبقى دير نفس داكشي اللي كنت تما تديرو ليا هنا فاش كنت مجوجه ليها نعم فاش كنت مجوجه ليها كان نفس داكشي تما كنبقى نعيط لك يوميا باش نطمئن لا بس واحد النهار خرج قلت لبابا تسعد راه غادي نخرج مشيت خرجت مع صاحبتي تعشى مع تسعود كانت الشتا عيط لي بابا بارازر ديما تيقال ويقول لي دابا غتهز الوقفه وغتمشي للدار قلت لي بابا انا راني مجوجه صافي ويقول لي كلمه ما غنعاودهاش دابا رانيش عندي خص علاش واحد القضيه العائلات المحافظه الحمد لله ونشكروا عليه الحمد لله ان المغاربه والله العظيم عائلات محافظات يعني اش غنقول لك يعني محترمين بزاف وناس زعما عائلات قدوه ماشي هذوك العائلات المحترمات المحافظات اللي كيخافوا على ولادهم ويقلبوا عليهم ويهزوا لهم الهم هذوك زعما عائلات يعني يشكرون على ذلك ما نكذبوش على الله وحنا حنا راه مهما يكون عام بقاو دائما خايفين عليه حتى تيفك الله سبحانه وتعالى داكشي اللي غادي يفك الطلاق ديالي العلم لله شوفي ومن بعد ان شاء الله النهار عاوتاني تستقر ولا شي حاجه ديك الساعه الله يعاوني بعدا نوعدكم بواحد الحاجه هو انا الطلاق ديالي ما نقولوش لكم دابا واخا مشيت الجلسه المره الجايه الا ما طلقتش فيها ما غاديش نقولوا لهم ياك دابا صافي نسي هذاك الموضوع دابا باقى لي قل من شهر شحال من نهار تقريبا شي 22 تقريبا باقى لي قل من شهر لا طلقت في هذه الجلسه هذه غنقول غندير فيديو غنقول لكم طلقت لا ما طلقتش غادي نلبدها وغادي نسكت ما غاديش نشارك معكم حتى النهار ديال الطلاق ديالي نيشان وبغيت نقول واحد الحاجه بالله دوك الناس اللي تيكونوا الاصل ديالهم مزيانين بابا واقف عليا الله ما تحرك دوك الناس تيكونوا الاصل ديالهم مزيان وخلوا الولاد ديالهم تيغلطوا واحد الوقيته ضروري الناس الولاد تيغلطوا وتيديروا شي اخطاء في حياتهم يمكنش ولدك واخا انت باك مزيان تيصلي وامك شاده الطريق ضروري الواحد الولد ولا البنت ولا تيتلاقوا مع لونتوراج ديالهم سمعي نقول لك واحد القضيه تيغلطوا سمعي نقول لك واحد اجي جلس عافاك سمعي بعد خطر الله سبحانه وتعالى كيصلح الولاد على وجه والديهم
تيكونوا والدين مزيانين وتيخافوا الله والناس متقين، الله سبحانه وتعالى كيصلح لهم دوك الوليدات على وجه دوك الوالدين. تيقول هاد الناس مزيانين ما نخيفش الظن ديالهم في ولدهم الا كان هذاك الدري شيطانو واعر. الا كان شيطانو واعر هذيك الساعه ليه الله هو اللي غيتولى. اللي بغيت نقول هو هذه نقولها يعني عافاك هذه دابا غنقطع الفيديو. دابا الولد ولا البنت واخا تيكون والده مزيان وما تيغلط واحد السن، لحقاش تكون ديك المراهقه ديك لونطوغاج ديالهم ديال المدرسه داك تيبقاو يخرجوا مع الدراري مع هذا، واخا تيغلطوا بصح تيغلطوا شي اغلط هما مع واحد الوقت يوعوا وضروري تيرجعوا للاصل ديالهم. يعني بغيت نقول بلا اي واحد تيرجع للاصل ديالو، فهمت شنو بغيت نعني؟ فهمت. غير هو واحد القضيه الانسان ملي يرجع للاصل ديالو ما عمر واحد يقول يعطي المبررات مثلا يقول الصغار مثلا مراهقه كذا هذا من حقي نغلط، لا الانسان يحرص باش ما يعاودش يغلط، يحرص ما يغلطش وما يدير شي حاجه اللي تقلق الله وما يدير شي حاجه اللي تقلق والديه وما يدير شي حاجه مثلا اللي يضر بها القلب ديال الوالدين. علاش الوالدين كيضروا في القلب ديالهم وما كيبينوش؟ انا دابا قلت بحالك باش حتى الا كانت تبعاني شي بنت ولا شي حاجه تعرف بالله تقدر ترجع للاصل ديالها، واخا تكون دابا هي غالطه ترجع للاصل ديالها، حقاش والله الا ترجع للاصل ديالها. من هادشي كامل الواحد يطلب الله يصلح بنيات المسلمين والبنيات ديال المغاربه بالخصوص، والله يهدي الوليدات، الله يهديهم جميعا للطريق المستقيم، الله يغلبكم على شيطانكم. لحقاش حنايا واخا كتضر لينا ديك الدبانه في راسنا تدوز زنزنا. المهم انا غادي نخليكم الفيديو الجاي غادي يكون اما غدا ولا بعد غدا. الى اليوم سالت غيجي عندي المعلم دابا سالته اليوم اقسم بالله واخا نحط هذا اليوم نحطو الاخر غدا، لحقاش انا ماشي مثلا حط شوف بعدا التريكو ديالي مثلا حطش الفيديوهات يوميا، حط يومين نهار نهار لا عقلت غير مداك تحط لكم يوميا موعداكم واخا كنت موعداكم تقول لكم يوميا نحط لكم باش غدا ديروا بحالي. المهم يجي عندي السيد تنصاوب بيت عاز ديال شاد لا كمل داكشي مزيان راه غادي نحطو لكم غدا، ما كملش بقى شي حاجه خاصني نخرجها من لابوغاتوار نخرجها نقاد داكشي في الحيط وهذا، وانا غادي نوريكم الفيديو ديال شاد ان شاء الله. شنو قبل ما نمشي خديجه واحد النصيحه لله اللي عنده شاء الله عاد رجع اللي عنده شي ام ولا اللي عندها شي امها تهلا فيها مزيان وطلب منها السماحه، راه الجنه تحت اقدام الامهات من الاخر. هو تيهضر على مراته؟ لا كنهضر على الامهات كاملين، امي ولا امك ولا بابا. كانت تيقول لي ماما فاش كانت ماما فاش كانت مسكينه مريضه كانت تيهزها على ظهره تيديها للطبيب. الطبيب والله الا على ظهري بالله كتقول لي نزلني تنقول لي لا والله ناري بقى فيا. ماما مسكينه توفات الله يرحمها، توفات بمرض السرطان ياك بابا. ايوا صافي الله يرحمها، خصنا نمشيو هاد المره نزوروهم بجوج بابا وماما. حقا واحد الهضره نقول لكم كي نمشي هاد الفيديو حتى هي هذيك ضروري خصني نقولها. يلا بسلامه صافي الفيديو ديالي تنتمنى بصح يعجبكم. بسلامه عليكم، باي باي.